النهاردة بإذن الله هنستكمل الجزء الثاني من الريسبيراتوري فيسيولوجي مايند مابس. في الجزء الأول شرحنا من بداية الستركتشر اوف ريسبيراتوري سيستم حتى الأكسجين ترانسبورت. النهاردة هنبتدي بالكربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد هقسمها لك تقسيمتين، ترانسبورت 90% منه في شكل باي كربونيت، وطبعا هنتكلم على الكلورايد شيفت فينومينا الان، و5% ترانسبورت فيزيكال سي او 2 سوليبل، و5% از كاربامينو كومباوند. الكونتنت ارتيريال سي او 2 بيبقى 48 ملي، والفينوس 52 ملي. عايزك تخلي بالك من العلاقة دي، CO2 pressure على horizontal axis و CO2 content على vertical axis. لما كان CO2 pressure 40 مليمتر مركري، بص على CO2 content 48 ملي. لما CO2 pressure 46 كان CO2 content 52 ملي. معنى الكلام لما زاد البريشر 6 مليمتر مركري زاد الكونتنت 4 او 6، يبقى العلاقة لينير ريليشنشيب. عكس الاكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف كان سيجمويد او اس شيب. ات اني سي او 2 بريشر الريديوسد هيموجلوبين هيشيل سي او 2 زيادة. خلي بالك من الجزئية دي، هيموجلوبين افينيتي بتقل للأكسجين، بسميها بور افكت. لو قلت للسي او 2 هالدين افكت، وده اللي قلناها في نهاية الفيديو اللي فات. كولورايد شيفت فينومينا هعملها لك بالأرقام، مربعات بالأرقام عشان تتخيل تتابع الأحداث. التيشو خرج كربون دايوكسيد كويست برودكت. طبعا الكربون دايوكسيد يزيد أو يقل حسب نشاط التيشو. التايدل كربون دايوكسيد يساوي 4.8 مليليتر. تمام، CO2 عدى باي ديفيوجن. بص معايا، دي الخطوة الأولى في البلازما، زاد السي او 2 في البلازما. بس خلي بالك السي او 2 ما بيدوبش في الميه بتاعه البلازما لان مفيش كربونيك انهيدريز انزيم. بص معايا الخطوه الثانيه، فيتحرك السي او 2 على السهم نمبر 2 باي ديفيوجن جوه الريد سيل، يتفاعل مع الميه. الخطوه الثالثه بالكربونيك انهيدريز يتكون كربونيك اسيد. الخطوه الرابعه يتفكك لهيدروجين و HCO3. الهيدروجين ايون طبعا ده اسيد، لازم نمسكه في البفر اللي جوه الريد بلاد سيل اللي هو البوتاسيوم هيموجلوبينات. فالهيدروجين ايون بلس بوتاسيوم هيموجلوبينات هيعمل HHB، ده هيموجلوبينيك اسيد او ويك اسيد. طبعا دي الخطوة الخامسة، والبوتاسيوم يبقى ريليزد، خرج البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي خرج من هذا التفاعل هيمسك بالسهم كخطوة ستة في ال HCO3 نيجاتيف. قدرة البوتاسيوم كبفر انه يمسك في ال HCO3 30%، لكن المشكلة في السي او 2 اللي عمال يزيد ويعدي للبلازما وباي ديفيوجن يدخل الريد سيل ويزود ال HCO3 بالتبعية. عشان كده ال HCO3 اللي زاد اكبر من قدرة البوتاسيوم انه يمسك فيه، خرج باي ديفيوجن كخطوة رقم 7. وهو بيخرج الكلورايد دخل مكانه، ما هو ده الشيفت، لاني ما ينفعش يبقى باي كارب سالب وكلورايد سالب ماسك في صوديوم موجب. فالكلورايد عمل الشيفت
ومسك الـ NA في الـ HCO3 كخطوة تاسعة. النقطة المهمة، لو حسبنا الـ number of ions جوه الـ red cell هلاقيه أكبر من عدد الـ ions اللي في البلازما. جوه الـ red cell أنا عندي هيدروجين، عندي HCO3، عندي بوتاسيوم محبوس. بص بره، أنت عندك كمان مدخل له كلورايد، عندك 2 ions بس، يبقى في 4 ions جوه الـ red cell، H وبوتاسيوم وكلورايد وشوية بايكارب. بره أنا عندي صوديوم وبايكارب. كل ما يزيد الأينز جوه هيزيد الأوزماتيك بريشر، فيشد المية من البلازما لجوه الريد سيل، حجم الريد سيل يزيد، فالهيماتوكريت فاليو تزيد. وبتكلم عن الفينس بلاد، لأن السي او 2 بيتحرك فينس، بيخرج من التيشو في الفينس بلاد، وده اللي بيفسر الجملة اللي قلناها في فيديو البلاد، هيماتوكريت فاليو في الفينس أعلى من الأرتيريال. وده سؤال مهم جدا عملي. خلي بالك التسع خطوات اللي أنا شرحتهم كولورايد شيفت في نومينا آت ذا تيشو، أو تسمت باسم العالم الأمريكي هامبرجر في نومينا. طب الكولورايد شيفت في نومينا آت ذا لانج بيبقى العكس تماما، وهنغير الاسم. ديد سبيس مفيش اكستشينج، هو جزء ميت. حتى لما اتكلمنا عن ال 500 ملي هواء في النفس، 350 جوه الالفيولاي و 150 نو اكستشينج. طب الانواع اناتوميكال والفيولر. الاناتوميكال اللي هو العادي، عادي الجزء بتاع الكوندكتنج زون. الالفيولر ده الجزء الباثولوجيكال او المرضي، مش من الطبيعي ان الالفيولاي يبقى فيها ديد سبيس. كلمه فيسيولوجيكال او توتال تعني اناتوميكال زائد الفيولر. في الطبيعي التوتال يساوي اناتوميكال، لكن لو لقينا ان التوتال اناتوميكال والفيولر دي حاله مرضيه. أهمية الديد سبيس هو الكوندكتنج زون. تلك انظر أول صفحة اللي شرحتها في مقدمة المايند مابس، فايدة الكوندكتنج يدفي الهواء ويرطب الهواء، كلام العادي اللي قلناه، وتراب أي فورين بادي، ووظيفة اللارينكس والفوكال كوردز وهكذا فونيشن. النقطة المهمة، تايدال فوليوم ماينس الالفيولار اير يديني ديد سبيس. اقدر اقيس الديد سبيس بكذا طريقه، بالفاولر ميثود والبورز ايكويشن. ارجع للنظري في طريقه القياس. فاولر ميثود كان ليه 3 فيزز. في الاول كنت بتتخلص من اكسجين بس، في جهاز بيقيس النيتروجين، نيتروجين ميثود، فكان بيرسم لك بلاتو. تاني مرحله بتتخلص من نيتروجين ميكسد بأكسجين، فكان الكيرف بيعلى. تالت مرحلة اتخلصت من كل النيتروجين اللي عندك في الألفيولاي، فوصلت إلى البلاتو. خلي بالك إن النيتروجين موجود طبيعي في الألفيولاي بيساعد على الديستنشن بتاعها، وده يدخل من ضمن الفاكتورز اللي كنترولينج الالفيولاي اوبن. ده مهم قوي. طبعا البور ايكويشن اعتمد على فكرة السي او 2، نسبة السي او 2 الاكسبايرد 6%، والسي او 2 نسبته اللي خارج من الالفيولاي 4%. طب يا ترى نسبة السي او 2 اللي خارج من الديد سبيس كام؟ 6 تايدل او يعني الاكسبايرد ماينس 4% الفيولر يساوي 2%، و2% تمثل بالنسبة للستة التلت. يعني نسبة السي او 2 اكسبايرد من الديد سبيس تلت الفوليوم اوف اير اكسبايرد. تلت ال500 يساوي تقريبا
165 مللي، هنقول هنمشيها 150 مللي. الاهميه الكلينيكال للديد سبيس هي الرابيد شالو بريزنج. عملنا مقارنه في النظري ما بين النورمال بريزنج والرابيد شالو بريزنج. قلت لك في النفس العادي الديد سبيس 150 والطايده 500. جبنا الالفيولار اير اللي هو 350 ضربناه في عدد مرات التنفس في الدقيقه، طلع لي 4 لتر و2 من عشرة الفيولار فنتيليشن بير مينيت، وسميناه افكتيف بالمونري فنتيليشن. ده الجزء الفعال. قلنا طيب لو انا عندي هارت فيلير، هل يا ترى البالمونري فنتيليشن بتاعي يتغير؟ قلت لك لا. لو عندك هارت فيلير وفي بالمونري كونجشن والرئه مليانه دم، هيحصل ان التايدال فوليوم هيقل للنص والريسبيراتوري ريت هيزيد الضعف. انا بحاول انهج عشان اعوض ان انا فقدت مساحه كبيره من الهواء، عشان كده تايدال فوليوم يبقى 250، ده في هارت فيلير تايمز ريسبيراتوري ريت، بدل ما يبقى 16 هيبقى 32. لو ضربتهم في بعض هيطلع البالمونري فنتيليشن ثابت. طب اخبار الالفيولار فنتيليشن في مريض الهارت فيلير؟ التايدل بقى 250 والديد سبيس ثابت 150، يبقى الفرق الفيولار اير 100 ملي في النفس هضربه في عدد مرات التنفس اللي هو بقى 32، اضرب 100 في 32 يبقى 3200 ملي. 3200 ملي الفيولار فنتيليشن اقل كثيرا من الالفيولار فنتيليشن في الطبيعي، علشان كده الافكتيف بالمونري فنتيليشن بتقل في الهارت فيلير. لكن المريض ده عنده البالمونري فنتيليشن التوتال هي هي فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. عايز اقارن ما بين الاكسجين اللي جوه الالفيولاي والسي او 2 اللي جاي من البالمونري ارتري الى الالفيولاي. فكره بمنتهى البساطه، فنتيليشن يبقى بتتكلم عن الفيولار فنتيليشن، هو اللي مسؤول عن الاكسشينج 4 لتر في الدقيقه تقريبا، بده 4 لتر هقسمه على كاردياك اوت بوت اللي هو الفوليوم اوف بلاد بامب باي ذا هارت بير مينيت. 4 على 5 يبقى 8 من 10 كريشيو، ده الافريج بالنسبه لنا، ولكن الريشيو تختلف بين ايبكس وبيز. في الايبكس لقيت الريشيو عاليه 3 وفي البيز لقيتها اقل 0.6. تعال نشوف ليه. عند الايبكس المسافه ما بين الايبكس اوف ذا لانج والتشيست وول كبيره، فالانترا بلورال او بلورال سبيس كبيره، فالانترا بلورال بريشر بيكون قليل جدا، فالالفيولاي اللي في الايبكس حواليها بريشر قليل قوي فتوسع اسرع، يزيد ترانس بالمونري بريشر فيزيد الفوليوم. هتقول لي انا معاك هيزيد، ولكن خلي بالك من اللي انا عاوز اقوله دلوقتي، لكن الفنتيليشن مش هيحصل بكفاءه عند الايبكس. الايبكس هو نقطه ضعف بالنسبه لنا. ليه؟ لانه وسع فجاه من الاول زي اوضه انت فتحت التهويه ليها مره واحده لكن ما جددتش التهويه، يبقى في النهايه تهويه سيئه، ودي نقطه مهمه. عشان كده دايما التي بي يجي يهاجم الرئه في الايبكس. البكتيريا بتعتمد على الان روبيك، على عدم وجود تهويه. طب تعال نتخيل الفنتيليشن دلوقتي في الايبكس هتكون موجوده، طب اخبار البرفيوجن
عند الايبكس اخباره ايه؟ هيكون اقل. طب الايبكس الفنتليشن بتاعه حصل في الاول ولكن بادلي فنتليتد في النهايه. فانا عندي الفنتليشن كبسط كنومينيتور قليل، والبيرفيوجن تحت كمان قليل، بس البيرفيوجن قليل اكتر من نقص الفنتليشن عند الايبكس. طالما المقام او الدومينيتور قل قوي يبقى معنى هذا الكلام الريشيو زادت. طب تعال على البيز العكس، البيز بيتر فنتليتد، ده مهم جدا، بيوسع جراديوال زي بالونة بتتنفخ بالتدريج، كل شوية بتاخد تجديد هواء، فالفنتليشن في البيز اوف ذا لونج اعلى والبيرفيوجن اعلى باي جرافيتي. تخيل المقام زاد جدا يبقى الريشيو هتقل فتوصل الى 0.6. هنا عايز اقول لك ان ممكن الفنتليشن بيرفيوجن ريشيو تبقى اباف نورمال، ده معناه ويستد فنتليشن. فيسيولوجيكال ديد سبيس، لازم البرونكاي تضيق. طب ليه تضيق؟ طالما انا مش هيحصل ماتشنج كويس لازم اضيق البرونكاي عشان الاكسجين ما يروحش للبور بيرفيوزد اريا. فكره عظيمه ربنا عملها، الفيولاي وصل لها دم قليل، كربون دايكسايد قليل، ايه الفايده؟ نديلها اكسجين كتير؟ طبعا ما ينفعش، فلازم نضيق البرونكاي ونقول لها لا، اكسجين ده هيروح للويل بيرفيوزد الفيولاي. طب تعالى بقى العكس، لو كان اقل من الطبيعي يعني ايه؟ 2% من الكاردياك اوت بوت بتروح للبرونكيال فاسلز. في حاجه اسمها شنط، بمعنى مش لازم يبقى ارتري كابيلاري فين، ممكن الارتيريال بلد يبقى ميكسد مع الفينس بلد. الله، يعني معنى هذا الكلام اللي انت عايز تقوله، لو ما كان فيه هايبوكسيا اكسجين اللي وصله قليل فلازم احرك البلد بعيد عنه، لازم اضيق الفيسل اللي رايح للمكان ده. يعني الفكرة بمنتهى البساطة، لو انت بور بيرفيوز دي اريا سي او تو اللي رايح لك قليل يبقى لازم الاكسجين اللي داخل لك قليل. طب بالعكس، لو انت هايبوكسيك اريا اكسجين قليل يبقى لازم السي او تو كريسبونس اللي رايح لك يبقى كمان قليل. كنترول اوف ريسبيريشن، مراكز التحكم في التنفس، ريسبيراتوري سنترز موجوده في المظله والبونز. لاحظ معايا التقسيمه، في كل تقسيمه متقسمه اتنين. في المظله انا عندي تو سنترز، دورزال ريسبيراتوري جروب وفنترال ريسبيراتوري جروب. طبعا الدورزال على الدورزال سيرفيس اوف ذا مظله درج، والفنترال امامي فنترال ريسبيراتوري جروب. وخلي بالك البيس ميكر الاساسي للتنفس هو البري بوتزينجر كومبلكس، اتسمى على اسم الراجل الالماني. البونز فيها مركزين، اب نيوستيك ده لو اشتغل بزياده يوقف نفسك ويعمل ابنيا، ده في اللور بونز، وفوقيه مركز التحكم في التنفس نيمو تاكسيك. حتى في النظر قلت لك نيمو يعني هواء، وتاكسيك منظم الهواء او النفس. احنا لسه بنتعرف عن البدايات. طب التحكم في الريسبيريشن، قد يكون التحكم انفولنتري او فولنتري، لو خارج عن ارادتي. هيشتغل البريبوتزينجر كومبلكس، يشغل الدي ار جي، والدي ار جي يشغل
الانسبيراتوري ماسلز تعمل كونتراكشن، علامه بلس معناها ستيميوليشن، فيبدا التنفس. طب انا عايز يبتدي الاكسبيريشن، واتفقنا ان الاكسبيريشن دي عمليه باسيف سلبيه، فيجي البريبوتزنجر بالعكس انهبت يوقف الدرج فما يشتغلش الانسبيراتوري ماسلز، فيحصل ريلاكسيشن لها فيبدا الاكسبيريشن. طب لو انا عاوز اتحكم في النفس بارادتي، فاكر لما قلت لك في الفيرست بارت مايند مابس انهج بسرعه وبعمق، اخد نفس اطلع النفس، ديب انسبيريشن ديب اكسبيريشن، ما كل ده فولانتري. ايه بقى الجديد؟ بص، يشتغل الكورتكس، ما قلتهاش هنا في الانفولانتري، قشره المخ العليا هتبعت اشاره مباشره للدي ار جي من غير ما نعدي على البري بوتزينجر كومبلكس. الدي ار جي يشغل الانسبيراتوري نيورونز اللي موجوده في الفنترال ريسبيراتوري جروب. خلي بالك الفنترال ريسبيراتوري جروب ليها نوعين من النيورونز، انسبيراتوري واكسبيراتوري، فانا هشغل الانسبيراتوري فيشتغل الاكسسوري انسبيراتوري ماسلز زي الاسترنو ماستويد والاسكالينيوس والسريتس، يساعدوا في الديب انسبيريشن. طيب نفترض بقى ان انا عاوز اشغل الاكسبيراتوري ماسلز، يبقى لازم فنترال ريسبيراتوري جروب الاكسبيراتوري نيورونز تشتغل. دي ما بتشتغلش في الظروف العادية، تشتغل في الديب اكسبيريشن، فيشتغل الاكسبيراتوري ماسلز زي الابدومينال ماسلز والانترنال انتركوستال. كده احنا شرحنا ازاي ده بيحصل. بونتاين سنتر، عايزك تتابع معايا الارقام اللي في الرسمة. ابنيوستيك سنتر في المربع اللي في النص هو نمبر 1، ستيميوليت الدي ار جي، والدي ار جي شغل الانسبيراتوري ماسلز ادى الى ابنيا. لو فضلت اشغل الابنيوستيك نفسي هيقف، وشبهنا الابنيوستيك بالمجنون، من غير فرامل هيفضل يخليك تتنفس لغايه لما تتعب. طب هل احنا هننتظر الابنيا؟ لو الابنيا حصلت، اذا لم يتم ايقافها، تابع معايا اللي هيحصل. سام اهو يوصل ويعمل انهيبيشن. مين اللي هيوقفه؟ النيمو تاكسيك سنتر، يعني بريفنتد باي المركز اللي فوق الابنيوستيك. المركز ده يعمل ايه؟ بص علامه الماينس، انهبت الابنيوستيك. طب انا لو وقفت الابنيوستيك سيتوقف الدرج ومش هيشتغل الانسبيراتوري ماسلز، فيبدا الاكسبيريشن، تتابع عظيم من ربنا. يبقى النيموتاكسيك دي فرامل من فوق، بسمي الفرامل اوف سويتش، يعني اعتبر الابنيوستيك هو الاون، هو اللي بيبدا مرحله التنفس، هو لازم يبتدي، بس هنعمل عليه كنترول. ربنا خلى الفرامل ثلاثة، واحد فوق الابنيوستيك واتنين جايين من تحت. البالونة دي الالفيولاي، وهنا ده الاسترتش ريسبتور اللي في الالفيولاي. كل ما الالفيولاي تتملي بهواء في مستقبل يحس ان البالونة بتتمط، فيبعت تو سيجنالز، يبعت سيجنال عن طريق الفيجاس يعمل انهيبيشن للابنيوستيك، ومن الرئة التانية انهيبيشن للابنيوستيك. واتفقنا ان الاسترتش ريسبتور ده هيؤدي الى ريفلكس اسمه هيرينج بروور ريفلكس. الاتنين علماء المان قالوا هنوقف الابنيوستيك ليه؟
protect against overdistension of alveoli. احنا عايزين نحمي الالفيولاي من الانتفاخ الزياده علشان ما تتقطعش. ده مهم جدا. الريفلكس ده ما بيشتغلش في النورمال. فدول الثلاثه اوف سويتش اللي عندي: نيموتاكسيك سنتر من فوق، هيرينج بروور، وفيجاي. طب نفترض ان في اتنين من الثلاثه باظوا، يحصل ايه؟ نفسك يبقى ديب اند سلو. حتى قلت لك في المستطيل ده بايلاترال فاجوتومي يؤدي الى ديب وسلو بريزنج. ايوه لسه النيموتاكسيك شغال بس ما يقدرش يفرمل الابنيوستيك زي لو كل الفرامل موجوده. طب لو كله باظ يحصل ابنيوزس. ريجوليشن اوف ريسبيريشن، تنظيم النفس. في فرق بين كلمه كنترول وريجوليشن. كنترول بمعنى السنترز هتشتغل ازاي، يعني ازاي نبدا عمليه الانسبيريشن كنورمال او ديب، ازاي نبدا اكسبيريشن طبيعي او ديب. شغل سنترز فولنتري انفولنتري. اخبار الميدلري سنترز ايه؟ بونتاين سنترز ايه؟ لكن ريجوليشن بنتكلم على النفس حصل وخلاص، ازاي نزوده او نقلله. زي لما كنا بنشرح في الهارت اقول لك كده كده البيس ميكر شغال، دور الفيجاس يقلل الهارت ريت، دور السمباثاتيك يزوده، لكن ما قلتش يعمله. طب تعالى كيميكال ريجوليشن، سي او 2 واكسجين. الاكسجين والهيدروجين هنتكلم عليهم مع بعض. عندي السي او 2 هطلع منها سهمين، لو زاد السي او 2 ولو قل. لو زاد السي او 2 عندي تلات احتمالات. لو زاد مايلد، بص معايا على الرسمه اهو، ادي السي او 2 زاد، المربع الاول الخطوه الاولى هيعدي البلاد برين بارير لانه ليبيد سوليبل، يدخل جوه المظله رياكت مع الووتر. الخطوه الثانيه بكربونيك انهيدريز انزيم يكون كربونيك اسيد، يتفكك لهيدروجين ايون و اتش سي او 3. يجي الهيدروجين ايون كخطوه رابعه ستيميوليت الكيمو ريسبتور في مستقبل كيميائي جنب الريسبيراتوري سنتر. يبقى اللي بشاور عليه ده ريسبيراتوري سنتر واللي جنبه كيمو ريسبتور، فيعمل له ستيميوليشن. الكيمو ريسبتور جنب المركز فسميه سنترال كيمو ريسبتور. طب ولما الريسبيراتوري سنتر يشتغل، الخطوه السادسه يشغل الانسبيراتوري ماسلز، فنبدا في الهايبر فنتيليشن. ده المايلد العادي شغال طول الوقت. لو عندي كرونيك ديزيز ما يشتغلش السنترال كيمو ريسبتورز، خلاص ما بقاش فيه سنسيتيفيتي للكربون دايوكسيد. طب لو زاد يا دكتور السي او 2 اكتر من 70 إلى 80%، غرف الغاز أو الخنق زمان، برضو ما يشتغلش السنترال كيمو ريسبتورز. يعني السنترال كيمو ريسبتور ما يشتغلش في ثلاث أحوال: لو السي او 2 قل، لو كرونيك ديزيز وزايد قوي، ولو أكتر من 70 إلى 80%. طب هتقول لي والاكسجين بقى والهيدروجين؟ بص معايا على الرسمه دي اهي. دلوقتي ده الاورتيك ارش، في اورتيك بادز وطالع من الاورتا كاروتيد ارتري كومان كاروتيد، فيها كاروتيد بادز. الاتنين دول بسميهم بيريفرال كيمو ريسبتور لان هما ريسبتورز هيحسوا لما الاكسجين بريشر يقل جدا. خلي بالك دول بعاد
عن الريسبيراتوري سنتر، علشان كده هسميها بيريفرال كيمو ريسبتورز. ستيميوليتد بايه؟ لما الاكسجين يقل فيسيولوجيكال عن 60 مليمتر مركري او يقل باثولوجيكال كرونيك لونج ديزيز، بيشتغل في الاحوال دي. خلي بالك لو الاكسجين المذاب قل لا يتاثر بالانيميا او الكربون مونوكسيد، يعني الريسبتور ده حساس للديزولفد اوكسجين مش للكيميكال اوكسجين. وهو ستيميوليتد كمان بزياده الهيدروجين ايون ميتابوليك اسيدوزس. خلي بالك الهيدروجين ايون ما بيعديش البلاد برين بارير، هو ستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتور. زياده السي او 2 هتبقى ويك ستيمولس بالنسبه لنا، مش مؤثر قوي زي تاثيره على السنترال كيمو ريسبتورز. طب الريسبتورز دول حسوا بان الاكسجين المذاب قل او الهيدروجين زاد او السي او 2 زاد كويك ستيمولس، يبعتوا سيجنالز عن طريق فيجاس وجلوسو فارينجيال نيرف اللي اسمهم بافر نيرفز للريسبيراتوري سنتر، يبعتوا له افرنت. فالريسبيراتوري سنتر يشتغل ويعمل هايبر فنتيليشن. تعالى نعمل مقارنه الان مهمه جدا بين السي او 2 والاكسجين. في السي او 2 بيشغل اتنين ريسبتورز، الاكسجين ريسبتور واحد بس. السي او 2 بريشر لو زاد 5% هيزيد الفنتيليشن من 3 الى 4 مرات. اما الاكسجين لابد ان هو يقل من 100 لاقل من 60 مليمتر مركري علشان يشتغل الفنتيليشن. الجدول ده بيوضح لك خطورة السي او 2، عشان كده مش مصادفة ان احنا نقول الجملة المتبروزة دلوقتي، CO2 pressure is the main respiratory stimulus. وده مهم قوي، هو المحرك الاساسي، اللنج اتخلقت للتخلص من CO2. طب انا كده قلت الكيميكال، بس في نقطة مهمة عايزك تركز معايا في الزوم، ممنوع اعطاء المريض 100% اكسجين، لان في حالة الكرونيك لونج ديزيز السنسيتيفيتي للسي او 2 قلت. انا عايش بالهايبوكسيك درايف، ان الاكسجين بريشر قل فيشغل البريفرال كيمو ريسبتور. لما تديلي 100% اكسجين انت لغيت الحاجة اللي بتشغل البريفرال كيمو ريسبتور، وبالتالي حكمت عليا بالموت. طيب النون كيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن، النون كيميكال بقى هنتكلم عن ستيمولاتوري وانهيبيتوري فاكتورز. في الاستيمولاتوري حطيت الريسبيراتوري سنتر في مربع وقلت لك في 3 هيشغلوه، هاير سنترز كورتكس او هايبوثالاموس، بارادتي هعمل هايبر فنتيليشن. اللنج ريسبتور، اللنج ريسبتور فيها نوعين، اريتانت ريسبتور وجاكستا ريسبتور. الاريتانت ده موجود في الابر اير واي فيعمل سنيزنج بتعطس، او في اللور اير واي فبتكح. سواء سنيزنج او كافينج، ازاي بشغل ريسبيراتوري سنتر؟ ان انا بعمل ديب inspiration followed by deep expiration. الجاكستا ريسبتور ايه هو؟ قال لك دلوقتي انا عندي بالمونري كابيلاري اهي عامله زي الكاس، شايف ده؟ ده الريسبتور اللي جنب الكابيلاري. الريسبتور ده حساس للكابسيسين
شطه توابل والبالمونري كونجشن. يعني ايه؟ تخيل البالمونري كابيلاري اتملت بدم في هارت فيلير، فالدم دخل جوه الالفيولاي ضغط على الريسبتور ده، الريسبتور ده لقى ان الالفيولاي اتغرق نصها بالدم، فبعت سيجنال للريسبيراتوري سنتر يشغله عشان يحصل رابيد شالو بريزنج. الجزء الباقي او المساحه الباقيه للهواء بتقل، النفس بتاعي سطحي مش قادر اخد نفس بعمق لجوه الالفيولاي، وطالما نفسك سطحي تتغلب عليه بالسرعه. تعال نزود عدد مرات التنفس، ده كمان هيحصل برادي كارديا وهايبو تنشن. عشان كده الجي ريسبتور يعني اللي بجوار البالمونري كابيلاري يشغل الريسبيراتوري سنتر. ميكانو ريسبتورز ديافرام وهو بينزل، طب ما ده مصل، فيها ريسبتور اسمه بروبريو ريسبتور، ريسبتور يحس بالبوزيشن اوف ديافرام، يبعت اشاره للريسبيراتوري سنتر يقول له انا بشغلك، احنا دلوقتي بنعمل ديب انسبيريشن، انا بشغلك عشان تشغلني عشان نزود الفيرتيكال ديامتر وناخد هواء اكتر. الجوينتس التندنز الليجامنتس كل دول فيهم ميكانو ريسبتورز. طيب زي ما قلت ان في ريسبتورز او ستيمولاتوري فاكتورز، تعال نتكلم عن الانهيبيتوري، ايه اللي يوقف النفس؟ برضو من الكورتكس، فولانتري ابنيا، قررت اكتم نفسي بارادتي. لو عملت كده هيزيد السي او 2 بريشر، السي او 2 عمال بيتجمع ما بيطلعش. طب السي او 2 اللي اتجمع يشغل السنترال كيمو ريسبتورز، ولسه قايلين الست خطوات بتوعهم، فيحصل هايبر فنتيليشن، تنهج وتاخد اكسجين، وسميناها بريكنج بوينت. بريكنج بوينت نقطة الكسر، هكسر الأبنية اللي أنا عملتها. في فيديو النظري قلتلك إزاي تطول فترة الأبنية، تتنفس 100% أكسجين مثلا في باج، تمام؟ ده طريقة من الطرق، في طرق كتيرة. خلي بالك الأبنية كمان برولونجد بهايبر فنتيليشن قبل كتم النفس او اتنفس 100% اكسجين. طب تعالى لللنج، الاستريتش ريسبتور اللي اكتشفناه. على فكره الاستريتش ريسبتور ده بيشتغل لو الالفيولاي اتملت بلتر هواء، تبتدي نبعت بقى اشارات للابنيوستيك سنتر لايقافه، هيرينج بروور ريفلكس، كده انا بوقف التنفس. عندي كمان الادرينالين ابنيا. خلي بالك كل مكان يقولك ازاي هوقف النفس، ازاي حقنت الادرينالين غلط. انترا فينس، الانترا فينس ده هيشغل البارو ريسبتورز اللي هي الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، لما انا اشغلهم دول هيوقفوا الريسبيراتوري سنتر، طبعا بالفيجاس جلوسو فارينجل. افتكر الكلام ده شرحناه في فيديو الكارديو فاسكولر هنا في القناة. ادرينالين ابنيا يعني حقنة الادرينالين الانترافينس اللي علت الضغط شغلت البارو ريسبتور، وده بيشتغل لما الضغط يعلى. لو تفتكر نظري بارو ريسبتور كان بيوقف مركزين في المظلة، ريسبيراتوري سنتر وده موضوعنا، وفازو موتور سنتر. لما توقف الريسبيراتوري سنتر شيء طبيعي نفسك هيقف يؤدي الى ابنيا. هنا انا عملت مقارنة، جدول مقارنة جميل في النون كيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن، سنيزنج كافينج سوالوينج
هيرينج بروور ستيمولس ريسبتور افرنت ريسبونس. يعني في السنيزنج الستيمولس الريتيشن اوف نيزل ميوكوزا، الريسبتور اريتنت ريسبتور في النيزل ميوكوزا، افرنت تراي جيمينال ورد الفعل قلناه ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن اجينست اوبن جلوتس. لكن وانا بكح كلوزد جلوتس. في الكحه الستيمولس irritation of respiratory mucosa, الريسبتور irritant receptor في التراكية واللارينكس وبرونكاي، الافرنت فيجاس. طب وانا ببلع الستيمولس stimulation of pharyngeal mucosa, ميكانو ريسبتور في الفارينكس جلوسو فارينجيال نيرف الريسبونس ابنيا. دايما الابنيا ليها انواع، في ابنيا بعد هايبر فنتيليشن، وفي ابنيا اثناء البلع ثانيتين، وفي ابنيا تانية بيريوديك ابنيا. يعني انا عندي انواع من الابنيا لازم اكون عارفها، والهيرينج بروور شرحناه. لانج اريتانت ريسبتور طبعا بيشتغل بالامونيا كستيميوليشن ريسبتور في الوول اوف برونكيولز افرنت فيجاس. خلي بالك الفيجاس بيتكرر معايا كذا مره كافرنت. الريسبونس شالو رابيد بريزنج والبرونكو كونستريكشن. طبعا الجي ريسبتور اتكلمنا عليه ستيمولاي بتاعته ايديما امبوليز، بص اتنين بحرف الاي اللي هي بالمونري كونجشن. الريسبتور في الالفيولاي قريب من البالمونري كابيلاريز، الفيجاس هو الافرنت اللي بعت اشاره عشان يوقف عشان يشغل قصدي ريسبيراتوري سنتر شالو رابيد بريزنج. التشست وول ريسبتور بيشتغل بالاسترتش للمسل والتندون. الريسبتور بتاعه هو السبيندلز اوف التشست وول مسل. الافرنت انتركوستال. اما رد الفعل هنوقف الريسبيراتوري سنتر ويبدا الاكسبيريشن. الهايبوكسيا بالنسبه لنا معناه الاكسجين مش رايح للتيشو، ديكريز اكسجين سبلاي تو ذا تيشو. افتكر معايا في فيديو النظري انا قلت لك ايه؟ قلت لك هعتبر التيشو هو المحل اللي مستني البضاعه، اكسجين هو البضاعه. يا اما الاكسجين قليل بضاعه قليله هسميها هايبوكسيك هايبوكسيا، ده الاحتمال الاولاني. طب ليه الاكسجين بريشر قل ككوزس هاي التيتيود او لونج ديزيز؟ اللونج ديزيز هقسمها لك الى تلات انواع، يا اما هايبو فنتيليشن بسبب بوليو مايلايتس في شلل اطفال الديافرام مش قادر يتحرك كويس فمش عارف اخد نفس، او نيمو سوركس او بالموناري بروبلم. لاحظ معايا كبرت البي قوي كمايند ماب عشان افكرك 3 بي زائد مورفين. طيب الاحتمال التاني ان الجاز ديفيوجن قليل، لا الاكسجين عندي سليم لكن ما بيتحركش من الالفيولاي للكابيلاري، ليه ما بينتشرش؟ برضو تلات اسباب بحرف البي، نيمونيا هو البي سايلنت، بالموناري كونجشن و بالموناري فايبروزس. ما هو بالموناري كونجشن المساحة اللي باقية للاير قلت، يبقى ازاي يحصل ديفيوجن؟ وبالموناري فايبروزس هيحصل ايه؟ كولابس. دي بتتطبق ازاي؟ والسكنس بيزيد، كل ما يزيد السكنس ده بيتناسب عكسيا مع الديفيوجن. او في احتمال ثالث مرض الانفيزيما، مرض الانفيزيما بيحصل عنده فنتيليشن بيرفيوجن امبالانس. ليه مفيش توازن؟ انا عندي زاد الكومبلاينس جدا ولكن اتكسر الالفيولر وول
فامبيرد جاز اكسشينج. هل يا ترى يتعالج باكسجين بينيفيشيال الا لو كان السبب شنت؟ يعني ايه؟ تخيل ان في فتحه ثقب في السبتم بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، الرايت فنتريكل فيه دي اوكسجينيتد بلاد، هيختلط بالاوكسجينيتد بلاد اللي موجود في الليفت فنتريكل، وبالتالي هيقل الاكسجين بريشر. طب في سيانوزس؟ ايوه، وهنقول يعني ايه سيانوزس دلوقتي. طيب قد يكون العيب في العربيات اللي بتنقل البضاعه اللي هو الهيموجلوبين، هيموجلوبين كاماونت قليل، فطبعا ده انيميا، واتفقنا في النظري قد يكون كوانتيتيف او كواليتيف، يا كميه يا كيفيه. كميه انيميا، طب يعني كيفيه؟ انا عندي هيموجلوبين بس باثولوجيكال، هيموجلوبين اس زي سيكل سيل انيميا، او عندي ثلاسيميا ما عندوش القدره انه ينقل الاكسجين، او كربون مونوكسيد بويزنينج. اتفقنا ان كربون مونوكسيد الافينيتي بتاعته للهيموجلوبين 210 مره قد الافينيتي للاكسجين، فالكربون مونوكسيد مش هيسيب الهيموجلوبين اساسا، فالبايندينج سايتس اوف هيموجلوبين اللي باقيه للاكسجين مش هتسيب الاكسجين، لان انا لو فرطت فيه بسهوله مش هقدر اجيب غيره، عشان كده بسميها شيفت تو ذا ليفت. خلي بالك، ودايما لما اجي اقول لك الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين بسميها بسميها لودينج، لود يعني شايل تقل، ان لود يعني يسيب الحموله بتاعته يديها للتيشو، فده اسمها لودينج. طيب الانيميك ده يا ترى اخبار الاكسجين بريشر بتاعه ايه؟ طبيعي، الاكسجين طبيعي، العيب في الهيموجلوبين. طب هل يا ترى اعالجه باكسجين ثيرابي؟ لا. طب نيجي للنوع الثالث، ستاجننت هايبوكسيا، الفيسلز اللي بتنقل الهيموجلوبين ضيقه، في ركود، جنرال ذا هارت فيلير او لوكال فازو كونستريكشن. العربيات اتاخرت ليه؟ الطريق واقف، ده مهم جدا. طيب هل في الحاله دي اعالجه باكسجين؟ لا، ملهاش اي علاقه. نيجي للاحتمال الاخير، هناك تسمم لانزيمات الانسجه، هيستو توكسيك هايبوكسيا، نتيجه بلوك للسيلولار اوكسيديتيف انزيمز سيانايد او الكول. سيانايد هو اسرع سم في العالم يموتك في اقل من 5 دقائق. سيانايد يمسك في الهيموجلوبين يخلي لونه احمر، وده يغطي تماما عن الواقع. يعني ايه؟ العيان ده هيموت، فالمفروض لما بموت ببقى بيل، لا، المريض ده هيموت وهو محمر في كامل نضارته، حتى بنسميها الريد هايبوكسيا. يتعالج ازاي؟ باي نايترايت، ميثايلين بلو، دول هيتفاعلوا مع السيانايد ويحولوه الى نون توكسيك كومباوند، طبعا ده في غايه الاهميه. طب نعالجه بالاكسجين؟ قلنا هايبر باريك اوكسجين ثيرابي. في ملاحظات لازم اعرفها، الهايبوكسيا ليها 3 افكتس مشهورين على السي ان اس، صداع ودوخه، على الكارديو بالمونري تاكيكارديا وتاكيبنيا، وشرحت ده مع فيديوهات السي في اس. الهايبوكسيا تخليك تفقد شهيتك، وده شيء طبيعي، عشان يكون في ابيتايت ودايجيشن انت عايز اكسجين وعايز بلاد فلو. طيب الاكسجين توكسيسيتي او التسمم بالاكسجين، 80% لـ100% النوز يحتقن، التهاب في الزور وكحة. طب لو 100% توكسيستي، برونكيال اكسيتيشن، اثارة
للبرونكاي، convulsions وكوما، تشنجات، غيبوبة، dizziness دروخة. الساينوزس هو bluish discoloration of skin وميوكس ميمبرين، تبقى مزرق، تبان في اللبس وفي الضوافر. في الطبيعي الهيموجلوبين شايل كربون دايوكسيد، خلي بالك 2 جرام هيموجلوبين فقط شايل سي او 2، و 13 جرام اللي باقيين شايلين اكسجين. علشان يحصل لي سيانوزس لازم كمية الهيموجلوبين اللي شايلة سي او 2 لا تقل عن 5 جرام، وده اللي بسميه ثريشولد، ده بحد ادنى، اقل من كده ما بتزرقش. طب تعال نقول سيانوزس يحصل مع مين من انواع الهايبوكسيا اللي فاتت، مع الهايبوكسيك والاستاجننت. هايبوكسيا ده مهم، ما يحصلش مع انيميك وهيستوتوكسيك. ليه؟ في الانيميا هيموجلوبين اقل من 11 جرام بيرسنت، قول 10. علشان يحصل سيانوزس لازم على الاقل 50% من الهيموجلوبين في الحالة دي يكون شايل سي او 2، وده incompatible with life، لا يمكن يمشي مع الحياة، ما ينفعش. بالإضافة حاجة بسيطة، الأنيميك بيبقى باهت بيل، إزاي يبقى باهت زي البافتة البيضة وكمان مزرق؟ ما ينفعش. طب الهيستوتوكسيك هايبوكسيا يا ترى ليه ما ينفعش يبقى معايا سيانوزس؟ لأن التيشوز اتسممت، الأكسجين اللي داخل لها هي ما استفادتش منه arterial blood، وبالتالي الفينس اللي خارج برضو مش هيبقى فيه CO2 كتير. هو أنا خدت أكسجين أساسا عشان أخرج CO2 فينس؟ قلنا لا لا، قالت يبقى CO2 اللي شايل في الهيموجلوبين مش هيزيد عن 5 جرام برسنت، مش هيزيد، وبالتالي ما حصلش سيانوزس. السيانوزس بيحدث خلي بالك مع المودريت كولد، في حالة الاسفيكسيا او الاختناق، لكن ما بيحصلش مع السيفير كولد. ده مهم، مع المودريت كولد في ميتابوليك رياكشنز سي او 2 بيعلى، مع السيفير كولد لا، انت مش عايز تعمل حاجة، الميتابوليزم بتقل تماما، فالسي او 2 اللي خارج كمان بيقل، ولا يحدث مع كربون مونوكسيد بويزنك. طيب تعالى نجمع بارومتريك بريشر. هجمع البارومتريك بريشر في عنوانين، لو قل ولو زاد. لو قل الضغط الجوي في الهاي التيتيود مثلا 10,000 قدم، يشتغل البريفرال كيمو ريسبتور. لو هو يعني الديكريز اكتر من 10,000 قدم، يحصل حاجتين، يقل جدا الهيموجلوبين ساتوريشن، ويحصل اكيوت ماونتن سيكنس. الاكيوت ماونتن سيكنس افتكروا بكلمة هير، شعر، اتش هادك، ايه ابيتايت بتفقدها، الاي انسومنيا ارق، وإرتابيليتي مش على بعضك، الار رابيد هارت ريت، فافتكرها ب اتش اي اي ار هير. طب اسال سؤال، طب ازاي اتاقلم على المناخ في مناطق جبليه؟ كومبنساتوري ميكانيزم او اكليماتايزيشن. خلي بالك الاكليماتايزيشن على الاقل بياخد من 3 الى 7 ايام. سافرت اثيوبيا او المكسيك او اي مكان جبلي، بتنهج وانت على سلم الطياره، مش زي بقيه الناس او المواطنين العاديين. طب الكومبنساتوري هيزيد الفنتيليشن والبالمونري فلو علشان يزود الديفيوجن، الإريثروبويتين هيزيد. خلي بالك انا عملت
علامة يزيد، كل دول increase. 2-3 dpg بيزيد علشان يجبر الهيموجلوبين يسيب الأكسجين، shift to the right. هيزيد 2 بحرف الام، ميتوكوندريا وميوجلوبين. ميتوكوندريا مصنع الـ ATP وفيها respiratory chain أو oxidative enzymes. في معلومة مهمة إن respiratory alkalosis اللي هيحصل corrected by bicarbonate excretion، لأن أنت لما هتيجي تنهج بتفقد CO2 الأسيد في دمك هيقل، فبالعكس هيزيد الألكلي. الألكلي ده لو زاد قوي يخلي البي اتش عالية، فلازم نعمل هوميوستيزس فنتخلص من الباي كربونيت عن طريق الكدني. طب نيجي للجزئية دي، لو زاد البارومتريك بريشر هتفكر في أربع عناوين. نيتروجين ناركوزس، هيزيد ضغط النيتروجين كأنك شارب خمرة، فاقد وعيك تماما. علاجه أكسجين زائد الهيليوم، ده مهم جدا. طب لو هاي بريشر نيرفوس سيندروم، أكسجين زائد الهيليوم ليه تأثير المخدر، يحصل لك رعشة تريمور ودراوزي دايخ. طب لو زاد الضغط الجوي تدخل في أكسجين توكسيسيتي، وقلنا الأكسجين توكسيسيتي في السلايد اللي فاتت تعمل حاجتين، تشنجات وغيبوبة. 2 بحرف السي convulsions كوما. بص معايا بقى الرابعة decompression sickness، وده اللي يهمني دلوقتي. decompression فكرتها ببساطة، لو انت راكب غواصة دلوقتي، الغواصة دي بتنزل تحت سطح المية سب مارين، انت متعرض لأتموسفيريك بريشر خارجي، لازم اسطوانة الأكسجين اللي جوه الغواصة تتنفس تحت ضغط عالي، يعني أكسجين ونيتروجين كل ده بضغط عالي، لأن عليك ضغط جوي عالي من بره، ده العادي. طب نفترض أنا طلعت فجأة لسطح المية، يعني إيه؟ أزلت الضغط الجوي اللي كان عليا من بره فجأة، النيتروجين هيخرج من مكانه، النيتروجين اسكيب من التيشو، والنيتروجين هو انرت جاز مش هيدوب في البلازما، بالعكس هيعمل بابلز فقاعات، فقاعات دي بقى تسد لك بلاد فيسلز، تعمل ارتيريال اوبستراكشن، تعمل التهاب في المفاصل ارثرايتس، عشان كده كبرت الايه قوي، تعمل ارثرايتس وارتيريال اوبستراكشن تؤدي الى بين. خلي بالك معلومه مهمه جدا، كل ما بيكون فيه ضغط جوي واحد عليك من بره ده كل 10 متر دبس، يعني كل 10 متر عمق عليك واحد ضغط جوي، 20 متر 2 ضغط جوي، 30 متر 3 ضغط جوي، وهكذا. عشان كده الصح ايه كعلاج؟ immediate recompression، ننزله تاني، ننزله بنفس العمق بس نطلعه جراديوال، غطسه للعمق اللي كان عليه. طبعا بتتسمى كيسون ديزيز على اسم الراجل اللي اكتشفها، او الاسم المشهور دي كومبريشن سيكنس. عايز تفهم المعنى؟ دي يعني ريموفال، لما شلت الضغط اللي عليك وطلعت فجأة لسطح المية ادى الى مرض ارثرايتس وارتيريال اوبستراكش. طبعا الكلام ده مهم جدا. نيجي دلوقتي على ريسبيراتوري ادجستمنت ان هيلث اند ديزيز، ازاي نتصرف في الاكسرسايز. الاكسرسايز خلي بالك في الفنتيليشن احنا اتفقنا ايه اللي هيحصل، فنتيليشن بيعلى مع الاكسرسايز. طب ليه علي الكوزس؟ فجيت حطيت لك مجموعه
اسباب. الكورتكس وانا بجري شغل الريسبيراتوري سنتر، والريسبيراتوري سنتر عارفين هيشغل الريسبيراتوري ماسلز، ده سبب. او الحراره العاليه الناتجه منك وانت بتجري شغلت الهايبوثالاموس اللي شغل ريسبيراتوري سنتر. لاحظ ريسبيراتوري سنتر مربع في النص وفي اسهم داخله جواه بتشغله، تمام؟ ده الريسبيراتوري سنتر بتاعي اكون عارف. في الاكسرسايز كارتيريال بلود، الاكسجين بريشر والسي او 2 بريشر والبي اتش مهم ان انا اعرفه. يعني اقول لك اكسجين بريشر يزيد سلايتلي اثناء الجري، والسي او 2 بريشر يقل سلايتلي، وطبعا ده شيفت تو ذا رايت. طب اخبار البي اتش في المودريت اكسرسايز ثابته، في السيفير اكسرسايز ليه بتقل؟ لان كل ما تجري اكتر، ارجع لسنه اولى، بيزيد الان ايروبيك جلايكوليسيس، هتحرق جلوكوز في غياب الاكسجين فيزيد اللاكتيك اسيد عندك. طب يا دكتور ايه علاقه اللاكتيك اسيد بالفنتيليشن اللي انت قلتها؟ ايه علاقه ده بده؟ بص معايا، لاكتيك اسيد رمزه هيدروجين ايون. هيدروجين ايون ما بيعديش البلاد برين بارير، بيشغل بيريفرال كيمو ريسبتورز. ادي الاورتيك بادز وكاروتيد بادز، دول لما اشتغلوا شغلوا الريسبيراتوري سنتر في المظله، ده بمنتهى البساطه، ده البساطه. فده لما اشتغل شغل الريسبيراتوري سنتر وعمل هايبر فنتيليشن. شوف كام حاجه بتزود الفنتيليشن مع الجري: كورتكس، هايبوثالاموس، لاكتيك اسيد. ولو طالب شاطر يلاحظ حاجه، الاكسرسايز يتقسم الى ثلاث مراحل: قبل الاكسرسايز واثناء الاكسرسايز ونهايته. قبل الاكسرسايز انا بنهج ليه؟ كورتكس بيجهزني قبل الجري، عملية نفسية. طب أثناء الجري أنا بنهج ليه؟ CO2 cross the blood brain barrier، وتكمل الست نقط بتوع السنترال كيمو ريسبتور. طب نهاية الجري، طب أنا بنهج ليه؟ لأنه تجمع اللاكتيك أسيد فزاد الهيدروجين فشغل البريفرال كيمو دول فشغل الريسبيراتوري سنتر. خلي بالك كمان المصل ريسبتور ولها عامل مهم. اثناء الجري كمان بيحصل ايه؟ ان الجي ريسبتورز ممكن تشتغل. طيب كل ده كلام، البالمونري بلاد فلو بدا بخمسة ونص لتر، اثناء الجري بيزيد الى 20-35 لتر. خلي بالك في معلومه مهمه، ان الفنتيليشن بتقل في النهاية لغاية لما نرد للرئة الاكسجين اللي احنا استهلكناه. في حاجة اسمها اكسجين ديت ذكرناها قبل كده، اكسترا اكسجين بيد اثناء الريكفري. عشان كده انت في نهاية الجري بتنهج لا شعوري عشان تعوض لنفسك الاكسجين اللي انت استهلكته اثناء الجري. كل ده الصفحه دي بتبين الاكسرسايز. طبعا خلي بالك بارومتريك بريشر احنا ذكرناه. طيب ريسبيراتوري ابنورماليتيز او ريسبيراتوري فيلير. ريسبيراتوري ابنورماليتيز عندي اسفيكسيا او الخنق سببه، غرقت او باراليسيز للريسبيراتوري مصر. الابنيا قلنا انواع: نيرفس وكيميكال وسليب. النيرفس عندك فولانتري وسوالوينج وادرينالين. طب الكيميكال ابنيا، الاكسجين قل او ابنيا فولود باي هايبر فنتيليشن اللي هي البيريودك بريزنج. في حاجه نوع مميز اسمه كاين ستوك. كاين ستوك ده معناه ايه؟ انا عندي ابنيا دلوقتي وراها
هايبر فنتليشن، شايف سهم يؤدي اليه والهايبر فنتليشن ادى الى ابنيا. تقول لي طب الكلام ده حصل ازاي؟ ابنيا السي او 2 زاد، اتجمع، شغل الريسبيراتوري سنتر، عملت هايبر فنتليشن، ولما نهجت قوي السي او 2 كبريشر قل، فما اشتغلش الكيمو ريسبتور وريسبيراتوري سنتر فتوقف النفس فادى الى ابنيا. يعني في دايره مغلقه بين الابنيا والهايبر فنتليشن. طبعا الكلام ده بيبان في اليوريميا والبرين انجري، شرحناه بالتفاصيل مع فيديوهات النظري. سليب ابنيا، ممكن وانا نايم نفسي بيقف، سنترال او اير واي اوبستراكشن، في ناس ممكن تبلع لسانها. اخر سلايد او ماب عندنا ريسبيراتوري فيلير، فشل التنفس. لو الاكسجين بريشر قل عن 60 مليمتر ميركوري ده اسمه هايبوكسيميا، ده شرط. يا اما يبقى معاه سي او 2 بريشر اعلى من 45 او لا، يعني الاساسي اكسجين بريشر قل عن 60 مليمتر ميركوري بلس او ماينس السبب التاني. في نوعين من الريسبيراتوري فيلير، هايبر كابنيا سي او 2 زاد جدا لدرجه السنسيتيفيتي ليه قلت. فاكر لما قلت لك لو السي او 2 زاد في الكرونيك لانج ديزيز الرئه مش هتشتغل منك، هتشتغل لان الاكسجين بريشر قل، هايبوكسيك درايف. علشان كده ممنوع اعطاء المريض 100% اكسجين، ما ينفعش هذا الكلام. اديله 95% كربون دايكسايد و5% اكسجين، ده مهم جدا هذا الكلام. طيب وكمان قلت لك لو السي او 2 بريشر زاد من 70 الى 80، خلي بالك 80 مليمتر ميركوري سيتوقف التنفس، ده هايبر كابنيا، في فشل او كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. طب يعني نورمو كابنيا سي او 2 بريشر طبيعي، طب انت ليه مش قادر تتنفس؟ الاكسجين بريشر عندك قل. عشان كده بقول لك قد يتحقق شرط من الشرطين ومش لازم الاثنين عشان نقول ريسبيراتوري فيلير. طيب ايه اللي يخلي الاكسجين بريشر يقل او هايبوكسيميا؟ فاكر لما قلت لك ايه اسباب الهايبوكسيك هايبوكسيا؟ قلت لك العيب في الرئه بحرف البي، بالمونري كونجشن او نيمونيا او بالمونري فايبروزس، التلاتة بي واحدة فيهم موجودة تؤدي الى ريسبيراتوري فيلير. اخر جزء عندنا ازاي يحصل التنفس الصناعي، ماوس تو ماوس بريزنج وميكانيكال فنتليشن. افتكرهم بتو ام، ام ماوس تو ماوس وام ميكانيكال، واخر حاجة احطك على جهاز يزود ضغط الهواء في صدرك اثناء الاكسبيريشن، لان انت مش قادر تخرج الهواء زي اللي عنده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. فانا عايز اديله قوة خارجية، ازود لك الاكسبيراتوري فورس، فاسمها بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. في طلبة بتفهمها غلط، يقول لك الضغط العالي في نهاية الاكسبيريشن، فاقول له لا، لان بعد ما الاكسبيريشن يخلص في بوز، في ثانية انت ما بتتنفس فيها. المقصود ايه من المصطلح؟ هزود البريشر من بداية الاكسبيريشن حتى نهايته علشان تقدر تعمل العملية دي بسهولة. وده نفس الفكرة للمريض الانفيزيما، عنده صعوبة في الاكسبيريشن فمحتاج بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر او بيب. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية اللي جمعناها في المايند مابس ريسبيراتوري بارت 2، CO2 ترانسبورت
والديد سبيس فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو كنترول اوف ريسبيريشن ميدالري وبونتاين سنتر فولنتري وان فولنتري ريجوليشن اوف ريسبيريشن كيميكال ونون كيميكال بالتفاصيل وجداول مقارنه الريفلكسز. اتكلمنا عن الهايبوكسيا عن السيانوزس عن الريسبيراتوري ادجستمنت في الاكسرسايز عن البارومتريك بريشر لما بيقل الاحتمالات ولما بيزيد كان في 4 احتمالات نيتروجين ناركوزس واكسجين توكسيسيتي وعندي دي كومبريشن سيكنس كمان. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه. اتكلمنا عن الاكليماتيزيشن في الهاي التيتيود كومبنساتوري ميكانيزم ولو انت طلعت 10,000 قدم فوق سطح البحر يحصل ايه ولو اكتر من 10,000 قدم والاكيوت ماونتين سيكنس تفتكرها بكلمة هير بتعبر عن مشاكل هذا المرض. كلمنا عن الابنية بانواعها نيرفس وكيميكال. كلمنا عن البريودك ابنية كاينستوك ده عبارة عن ايه. كلمنا عن الريسبيراتوري فيلير اسبابه وعلاجه ارتفيشال 2M ماوس تو ماوس وميكانيكال بريزنج وبيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. كان معاكم دكتور محمد فايز.